بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا ومشاهدينا الأماجد، السلام عليكم ورحمة الله. سنتطرق في هذا الفيديو وكالعادة إلى آخر الأخبار والمفاجآت المتعلقة بالمنتخب الوطني الجزائري وبمحترفين عبر أصقاع العالم. والبداية ستكون من الدوري الفرنسي، أين بصم بلال إبراهيم اليوم الجمعة على هدف في مباراة فريقه الودية أمام نادي ليغانيس الإسباني. ودخل إبراهيم بديلا في الشوط الثاني بداية من دقيقة 75 وسجل هدف التعادل لفريقه في المباراة التي انتهت بالتعادل هدفين في كل شبكة. كما شارك أيضا حارس المنتخب الوطني الأولمبي تيدي بولهندي في هذه المباراة بداية من الدقيقة 60، والشيء الإيجابي أنه حافظ على نظافة شباكه إلى غاية الصفر النهائية للحكم. أيضا شاركه هشام بوداوي في شوط المباراة الأول واكتفى بلعب نصف ساعة تقريبا، وكذلك الموهبة بوعناني شارك في هذه المباراة في شوطها الثاني بداية من الدقيقة 72. أما في الدوري الأمريكي، سجل منصف بكرار مع فريقه نيويورك سيتي اف سي تعادلا مثيرا هدفين في كل شبكة أمام أتلانتا يونايتد مساء الأربعاء، ووضع المهاجم دانيال رياس أتلانتا في المقدمة في الدقيقة الأولى من المباراة، وضعف النتيجة في الدقيقة 38، ونجح السيتي في العودة إلى المباراة في الدقيقة 65 بهدف الدولي الجزائري منصف بكرار بعد كرة خاطئة من المدافع ليحولها بكرار إلى هدف تقليص الفارق. وكاد منصف بكرار قبل ذلك أن يهز الشباك في الدقيقة 55 بعد أن استقبل تمريرة عرضية من أنيس وولف في القائم الأول، لكن تسديدته مرت بجوار القائم، وأدرك السيتي التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 82 بعد تعرض لاعب مانغو لخطأ في المنطقة، حيث نجح البرازيلي في تحويل ركلة الجزاء إلى هدف التعادل. أما زميله الجزائري الآخر في الدوري الأمريكي محمد فارسي فوقع في فخ التعادل على أرضية ميدانه أمام نادي شارلوت، وانتهت المباراة بنتيجة هدف في كل شبكة. نمر إلى رياض محرز الذي فرض عليه رئيس قسم الأداء في نادي الأهلي السعودي حصص تدريبية إضافية من أجل استرجاع لياقته البدنية. وأصبح محرز مؤخرا حديث وسائل الإعلام والجماهير الرياضية الجزائرية وحتى السعودية، خاصة أنصار نادي الأهلي. وعلى عكس ما كان في البريمير ليج أين كانت الصحف تتناقل تألق محرز وأهدافه وتمريراته الساحرة، اليوم كل المواضيع لا علاقة لها بكرة القدم، وهذا شيء منطقي لأنه بكل صراحة لم ينتقل محرز البطولة السعودية بحثا عن تحدي رياضي جديد. وظهر محرز خلال المعسكر التدريبي لنادي الأهلي السعودي بالنمسا بقناع على وجهه في التدريبات، وهذا ما أثار الكثير من الجدل والتأويلات، وانتشرت صورهم خاصة وأن النادي السعودي لم يعلن عن أي إصابة تعرض لها محرز سابقا خلال تدريبات ناديه، لتظهر بعدها إشاعات أن اللاعب قام بعملية تجنيم لأنفه، وانتشرت صور مقارنة محرز السابق بمحرز الحالي على وسائل التواصل الاجتماعي كانتشار النار في الهشيم في محاولة لإبراز التغيير الواضح في شكل أنف محرز، وهو ما جعله محل عديد التعليقات الساخرة من الجزائريين وأخرى قاسية من السعوديين، خاصة بسبب زيادته في الوزن. وحسب رأيي التراجع البدني لمحرز له تفسيره، لأن رياض محرز انضم للبطولة السعودية بالدرجة الأولى من أجل الراتب الكبير وليس من أجل تحدي رياضي، و35 مليون يورو سنويا حولت محرز من نجم في كرة القدم إلى نجم من نجوم هوليود، وأصبحت صور الحفلات والرحلات هي المنتشرة على عكس ما كان في السابق، أين كانت صور الأهداف والمراوغات والتمريرات الحاسمة فضلا عن الكنترول الأسطوري هي المنتشرة وهي الطاغية. وببساطة الاحتراف في السعودية كان هو نهاية سحر العرب حسب رأيي. أما قضية إجرائه لعملية تجميل على أنفه، إن كان الخبر صحيح فهو أيضا يندرج ضمن خانة جنون النجومية، وليس له أي داعي، لأن محرز كان جميلا وأنفه جميل ما شاء الله، يعني الخالق البارئ المصور. وهذا على سبيل الذكر فقط، لأن الأمر لا يتعلق بكرة القدم، يعني أمر عملية التجميل لا يعنينا ولا يهمنا، فقضية عملية التجميل لا دخل لها بالرياضة.
نمر الآن إلى الدوري الألماني، أين تم الإبقاء على اللاعبين رامي بن سبعيني والياس بن قارة في تشكيلة بروسيا دورتموند تحضيرا للموسم المقبل في جولة آسيا، وهذا ما سيكون مفيد جدا لدفاع المنتخب الوطني الجزائري. ونتمنى أن نرى الثنائي رامي بن سبعيني والياس بن قارة جنبا إلى جنب على الأقل في بعض المباريات، يعني من الصعب جدا أن يأخذ يعني الياس بن قارة مكانة أساسية من أول موسم إلا إذا أثبت وأبان عن إمكانيات كبيرة وكبيرة جدا، وهذا ما سيعود بالفائدة على الفريق الوطني الجزائري إن استطاعت الاتحادية الجزائرية إقناع هذا اللاعب بتحمل أو بتقمل ألوان الفريق الوطني الجزائري. وأنا حسب رأيي الفريق الوطني الجزائري أو الاتحادية الجزائرية هناك ثلاث لاعبين يعني هم الأولوية بالنسبة لي، أنا أرى أن هذا الثلاثي هو الأولوية. الياس بن قارة في قلب الدفاع نظرا لما يعانيه الفريق الوطني من مشاكل دفاعية خاصة في هذا المنصب، أيضا المدافع الأيمن لنادي موناكو الذي لديه إمكانيات كبيرة وكبيرة جدا نازيم باباي، ولو يواصل يعني هذه الصحوة وهذا المستوى الذي يقدمه سيكون منافس قوي وقوي جدا على لعطال في المستقبل القريب. أيضا لاعب آخر يحتاجه الفريق الوطني الجزائري بصفة ملحة وهو اللاعب أمين شياخة لاعب كوبنهاغن الدنماركي، يعني على الاتحاد الجزائري متابعة هذه المناصب الثلاثة حسب رأيي على المدرب بيتكوفيتش الاهتمام بهذا الثلاثي، لأن الفريق الوطني الجزائري يعاني يعني في قلب الدفاع على الجهة اليمنى لا يوجد أي منافس يعني قوي لعطال، يعني في قلب الهجوم بعدما تم إبعاد سليماني بنجاح لم يعد يعني كما كان في السابق ذاك المهاجم القوي، حتى انتقاله من نادي السد إلى نادي أضعف، دليل على أن مشوار بنجاح في نهايته أو يشارف على نهايته، لذلك فأرى أن هذا الثلاثي أولوية. نمر الآن إلى سعيد بن رحمة الذي واجه اليوم مع فريقه ليون الفريق النمساوي تيرول، وتمكن فريق ليون من الفوز بالمباراة بنتيجة 3-2، وبصم بن رحمة على تمريرة حاسمة من ركنية تمكن توليسو من تسجيلها برأسية محكمة، وقدم بن رحمة مباراة جيدة. نمر إلى موضوع آخر حيث أشارت آخر المعلومات أن اللاعب عبد الصمد بو ناصر لاعب اتحاد العاصمة في مفاوضات متقدمة مع نادي السد القطري. اللاعب بنسبة كبيرة سيحترف في الدوري القطري الموسم المقبل، وهذا من مفارقات البطولة الجزائرية أين نشهد تنافس على لاعبين في نهاية مشوارهم الكروي وتدفع لهم رواتب خيالية، في حين يتم التفريط في مواهب شابة لها مستقبل كبير طولة عجيبة من المفروض في ظل غياب لاعبين جيدين في هذا المنصب الذي ينشط فيه بو ناصر يعني كقلب دفاع، يكون هناك تنافس شديد بين الأندية الجزائرية عليه، لأننا أصلا نعاني من فقر في هذا المنصب ولم نستطع لسنوات إمداد المنتخب بلاعب يؤمن محور الدفاع، لكن للأسف نرى العكس هو الذي يحدث، يتم التفريط في هذا اللاعب مقابل 500,000 أورو حسب الأنباء وإلى بطولة في الخليج، وحتى ناديه لن يستفيد منه مستقبلا لأنه وكفانا كذبا لا أحد انتقل من الخليج إلى السيتي أو إلى الريال أو إلى البرصة، من يحترف في الخليج حتى ولو في سن صغيرة وله موهبة كبير سيعتزل هناك، يعني هي موهبة مصيرها الأفول ومصيرها الضمور، وأنا أعتبره إن تمت الصفقة هو موهبة أضعتها البطولة الجزائرية يعني الغبية الفاسدة، ولم نستطع أن نستثمر في هذا الموهبة الذي بإمكانه مستقبلا أن يؤمن محور دفاع المنتخب الوطني، وننظر إلى لاعبين ربما نجلبهم من بطولات لا يسمع بها أحد ومستواهم ضعيف وضعيف جدا بأموال أكثر من 500,000 أورو التي سيشتري بها نادي السد هذا اللاعب. للأسف يعني ما يحدث غريب وعجيب، فقط أنا أتمنى أن لا تحدث هذه الصفقة، بالرغم من أن اللاعب سيستفيد ماديا وهذا يعني من حق أي لاعب النظر إلى أموره المادية، إلا أنه لاعب شاب وربما لو يتريث قليلا سيكون مستقبله مستقبل زاهر. نمر الآن إلى الدوري البلجيكي، أين تمكن آدم زورغان في آخر مباراة تحضيرية لفريقه من هز الشباك وفاز فريق سارلوروا بهدفين مقابل هدف أمام نادي بريدة من إمضاء يوسف سيرلا والدولي الجزائري آدم زرقان، الذي نتمنى أن يشكل هذا الموسم ثنائية قوية مع الوافد الجديد على نادي شارلوروا الجزائري ياسين تطراوي في وسط الميدان.
كان هذا ما لدينا في فيديو اليوم، نتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.